السلام عليكم. هسه عندنا هذا المخطط، إن شاء الله هذا آخر مخطط راح يكون، بحيث إنه إحنا ننظف الشغلات المعمارية، يعني بكون الأمر خلص تكرر كثير كله نفس الأفكار. يعني إن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون كيف نكمل المخطط هذا، بحيث إنه نوديه على السيف أو الإيتاب. تمام، معنا هذا المخطط مبنى سكني، بس هذا فيه تسوية ثانية اللي هي الكراج، وفي تسوية أولى يعني فوق الكراج في تسوية. بعدين في طابق أرضي، هذا طابق الأرض المباشر أول ما تفوت الدرج يعني. بعدين في الطابق المتكرر، يعني الطابق الأول والثاني والثالث لحد ما نطابق إحنا إن 3 طوابق فوق الأرض وطابق أرضي وتسويتين. يعني أنت قاعد تقول هذا 6 أدوار أو 5 أدوار عادي، ما بفرق. 1 2 3 4 5، والتسوية لا تعتبر دور يعني. نبلش كالعادة، نأخذ اللوحة لحال، اللوحة الأولى، لوحة التسوية، لوحة الكراج، نأخذها على جنب بي كنترول سي، نروح نعمل زائد صفحة ثانية. شو بنعمل؟ بنقولها هون، تمام، هاي اللوحة، نعمل كوبي للوحة، كوبي سي او من نفس المكان في غل أورثو. تقريبا شو بنعمل؟ بنبلش نعمل ايزوليت للاشياء اللي انا بدي اياها، ما بدي ادوار او نص امسح. تمام، في عندي هذا التأثير بلوك، وفعليا هذا ما بدي اياه. فلو انا هذا عملت له هيك، لاحظ هذه الخطوط كلها ما بدي اياها، متأكد من اياها او لا. التهجير الجلدات ما بدي اياهم، صح؟ عمود لي عمود برا المبنى. شوف هذا شير وول، ام هذا شير وول او بيرنج وول، هون عمودين. العمودين شو يعني؟ المخطط الاصلي، تعال هون تلاقي العمودين هيهم عند غرفة الضيوف جست روم. انها شو؟ هذول العمودين مش موجودات بالطابق هذا، هنا في طمام، هون في طمام، وموجودات الطوابق اللي فوق. تمام، يعني هذا الطابق أصغر من اللي فوقه. شو بنعمل؟ دايمنشن لاين، نعمل له الطريقة كل دايمنشن لاين أنا ما بدي إياهم. الفكرة وصلت إنه تعمل ايزوليت بابلز، أنا هذول ما بدي إياهم. السيارات ما بدي إياهم، أصلا السيارات مش معمولين بلوك، يعني مباشرة أول ما عملت ظلالة تراهم. هذا الخط الأحمر منقط هو حد الثلابة، يعني هذا المعماري جدا ممتاز، يعني يقول لك هون السقف بيخلص، الخط بدنا نخليه، الخط الأحمر خليه، كيف يقول لك فلور شوفر هيد. تمام، نمسح هذول، نمسح هذا، أي شيء ما بدي إياه تشيله، أي شيء ما بدي إياه، هذا لو حاطلب إياه. النص هذا اللي هون والتأشير هذا ما بدي اياهم. لاحظ التأشيرات طلعت تأشير شير وول اكزات، وانت بتمسح انتبه، وانت بتمسح انتبه. ديزل تانك يعني هون في شو اسمه، هذا تأشير معلق. تمام، بوست هذه فيها، بس كمان في عمود هون مع الأرقام تك بتنظف. يعني بتاخذ منك عملية التنظيف مع الممارسة 5 دقايق 10 دقايق، مش مشكلة. هاي الأبواب كلها حاجات يعني. تمام، هذا الوول عندي، الوول خلاص عرفت إنه هذا وول. الشيء الثاني بدي أمسحه أقول لك لا، من هسة أنا هذا المخطط هو اللي ناوي إني أبلش فيه. هذا كان مخطط لنا وابلش فيه، فأنا ما راح أمسحه في نفس الوقت، ما راح أكمل يعني. خلص هذا المخطط ونجهز، ما ظل إشي أمسحه يعني. هاي المناور، هذا الباب، إشياء مصعد يعني، هذا الدرج، هذا مصعد، هذا أحد السلاب صار واصل يعني. هاي برا الدرج، هذا الدرج فعليا يعني لو أشيله ما عندي مشكلة، لأني ما راح أحط أي سلاب فوقي، أحط أي سلاب فوقي فعليا يعني، ما راح أرسم عنده أي شيء. هذا الشير وراء هيك، أحد السلاب، تمام. هذا هيك نقدر نقول انه خلص المخطط الاصلي ما بدي اياه.
هذا خليها خليه هون، بدي خليه على جنب، خليه قلت له بيست هون، تمام، خليته على جنب، بدي اعمل فيه اي شيء، لا اضيف ولا امسح ولا كذا. الطابق اللي بعده طابق الكراج، هذاك تحت الارض، هذا الطابق اللي بنزل للكراج. الطابق الاول التسويه الاولى هاي برضه بنعملها كوبي، نشتغل عليها. هسه هذا ما بدي اياه، هذا ما بدي اياه، تعمل شي ما بدي اياه، شي اللي برضه بدي فيها، بس اللي هون بدي اياه، بدي اياهم، بدي اياهم. كمان يعني ممكن تكون طريقة أسهل للمزح صراحة، يعني شبابيك ما بدي اياهم، تعمل له كلهم ايزوليت، طلع كيف كله راح ينمسح، وانا ما بدي اياه ابدا شبابيك كذا كذا كذا. يعني هاي ممكن طريقة أسهل وأسرع، شو تعمل؟ تفتحهم كلهم مرة واحدة. شو ضل عندك هون؟ مش أشياء كثير. هذول معمولهم بلوك، لما أنا عملت هيك معمولهم بلوك، بعمل سيلكت سيميلر بعملهم حذف. بس لاحظ مسح من اللوحة الأصلية، هيك أنا بعمل سيلكت سيميلر، بعمل إكسبلود. حتى لو عمل هاي طلع كيف نفرق له كلهم، تمام. الجريدات والسكشن ما بدي اياه، هذا ما بدي اياه، هذا ما بدي اياه، وهذا الحيط اللي بدي فيها برضه، هذا الشيء فيها، هذا الشيء طبعا موجودين هاي هون. هذا خط عشان حد السلاب، لا لا شو ما صار حد السلاب مبين معكم، تمام. شو هسه بدنا نشيل؟ بدنا نشيل القواطع، تكتب مساحة هون، القواطع كلها ما بدي اياها. انه لو انه انا بصمم سوليد سلاب مباشرة بتمد من عندهم بيمات. تمام، تقريبا شبه نظيف. لو تيجي انت اصلا هذا المخطط موجود معماري وانشائي، يعني لو انا اجي على الانشائي هون كيف هذا عمله، التسوية الاولى هي طلع كيف عمله، هذا الحيط عندك، بعدين شو الاعمدة هون حط بيمات، انا اشتغلت بيمات، يعني هذا كله هذا الاشي عمل شاله، لكن هون في حيط بس هو شاله. انا فعليا حد السلاب هي عندي هون، طلع كيف. طبعا هو الانشائي ما بكون عامله، الانشائي ما بيكون عامله، يعني هذا الاشي انا، يعني انا هون زي ما تحكي زي غشيت اللي بدي اصممه، المفروض ما بعرف كيف انا بحط حد السلابي، كيف شكل السلابي من المعماري، من المعماري، تمام. شوف عندي هالخطوط بدي فيها، تمام. بس انا لو بدي امسح هذول التأشير تبع البلوك خرسانة، أنا بدي إياه عشان أعرف حدود المبنى كيف، كيف حدود المبنى، بس هالف إني أنا عشان أعرف حدود المبنى، تمام. الطابق الثاني شبه خلص، تمام. نمسح لوحة الأصلية، نعمل لهاي بيست ولا هون، تمام. هسه كمان في عندي إيش الطابق الأرضي، هذا مخطط الأرضي، وآخذ لوحته، لك هو قاعد هي، تمام، هي هون، بعمل منه كوبي، أو، تمام، كروش كامل، يعني
ها كوبي نعمل نفس الطريقة. هذا الخط ما بدي اياه، الازرق هذا ما بدي اياه، الديمشن هذا ما بدي اياه، الخطوط اللي هاي ما بدي اياها، الديمشن تاخد فيها وقف فيها، المنسوب بدي فيها، الكتلات بدي فيهم، والنص بدي فيها، هذا كلهم بدي فيهم. بس هل راح امسح عمود، راح امسح شيء، طلع ما في ولا عمود عندي، يعني عميري هذا بس بصراحة تعمل بتمسكهم بتمسحهم وانت مغمس. مش انا اول شي مسحته، اول شي انا مسحته واحد مشكلة عادي خير. تكمل تمسح هذول ان شاء الله ما اكون مسحت اشياء مهمة. في العجكة بين المخططين للأسف يعني العجك لما علق المرة خرب كل شيء. تمام، هسه برجع بكرر نفس الشيء بشكل أسرع. هذا فياهم، هذا فياهم، هذا فيها النص، هذا فيها النص، فيها النصوص، هذا فيها بايزوليت سريع، شد فيها، لا امسح وانت مغمض. طيب البورت بدي اياها سكشن، ما نظلل ليش ما نظلل اياها كيف المبنى شبابيك اياها ليش طابق الارض صار في شبابيك كثير، طابق ارض هذا على الواجهة خير حالك يعني بالدار ما كل غرفة فيها عدد شبابيك. تمام، القواطع انا ما بدي اياها، او القواطع كلها بدي فيها. تهشيرهم تهشيرهم بس الفكرة لازم تكون شاطر اوتوكاد تتمرس، خلي ايدك تكون اوتوكاد سريعة. هاي الاوتوكاد انا ما كنت هيك فيه يعني تمرست عليها مشان المشاريع. بدي فيهم ما بعد بصير اكثر بطوابق، الطوابق اللي فوق بصير في بواب اكثر، وشي منطقي يعني لانه بصير في غرف وفي كذا. مطابق التسويق بكون اصغر بالعادة، بكون في طمام حيطان وهيك. يبقى انا هسه يعني وانا ما انسى التخرج ما بعرف شغلات جرب شو هذا، ارجع للمعماري عبارة بس عن درج، انه طلعت من الكراج للدرج، ولو اشوف الانشائي الطابق الارضي انه هاي كل هالمايلة ما كانت موجودة، لاحظ انها ما كانت هاي كانت موجودة، شو كله ما كان موجود. حدود المبنى لك هون فعليا لو انا مسحت هذا الشيء ما بدي اياه. استأكد خلاص ما في شير وول تحت، خلص الشير وول راح، خلص طوابق اللي فوق ما فيها شير. انا خلاص كل ما بدي اياه تمام. المخطط شبه نظيف يعني آخر، لأنه لسه يعني في عندك على الكاد يعني مثلا جهزهم مثلا فيديو جاي تتكلم شو تسوي، فمثلا هيك أنا ما مسحت كل شيء يعني لسه أنت شغلك مش كامل. أنا حكينا أهم شيء نطلع للبرنامج عمدة مناور هاي. تمام، هذا الطابق اللي هذا صار جاهز، نقول هاي مكان قريب منهم. انا هون ما في شير وول هون، انا هون خلص بالارضي، عمرك شفت بالارضي في حيط الدائر. تمام، هسه الطابق اللي هون الطابق المتكرر، المتكرر
متكرر، خلاص هذا آخر واحد. واضح لاحظ إنه ما برضه ما راح يكون في شيء روال. أنا مرتبين تسوي ثانية، تسوي أولى، أرضي، متكرر، متكرر أول، ثاني، ثالث. أنا مرتبهم، وأنتوا راح تكونوا مرتبين معي. هذه الزاوية تمام. طب بشكل سريع، منش عندي شيء، نصب شيء، باب بدي فيه، السكشن هذا بدي فيه، الخط هذا بدي فيه، قواطع البلوك بدي فيها، الجريدات بدي فيها، البابل بدي فيهم، ظلل، طلع فيها أعمدة في كذا. طبعا هالطريقة يعني لا تحاول تعملها مخطط لك. ليش؟ لأنه يعني أنت عندك يكون في أعمدة في كذا ممكن متعرفش، بس أنا يعني المخطط جربت عليه من قبل كنت عارف إنه ما في أعمدة غلط. هسه بس أرجع كيف صغير، نضيف على الآخر مباشرة صار أسهل. بالمعماري بصراحة يعني إذا المعماري سفاح، أنت كمهندس تشتغل هذا الشغل راح ترتاح. أي شي فيه إكس بمسحه، بمسحوش. قواطع البلوك خليها مشان أعرف كيف حدود المبنى عندي بس. كل شغلات مسموح تمام. تقريبا مبنى نظيف، هاي بأصل كلاب خلي تمام. هيك المبنى تقريبا انتهى. نمسح هاي، لاحظ انه الطابق هذا مش بعض، في فرق بسيط. الله انه ارضي، ممكن يكون انه في مدخل للدرج من هون، ما في مدخل للدرج مسكر، يعني هاي بتصير شبابيك مثلا او كذا. تمام، هذا هيك هنا تقريبا يعني بنسبة 90% شغلنا قرب يجهز. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون مقدمة عن السيف، الفيديو اللي بعده راح يكون يعني مقدمة، مش مقدمة عن السيف، يعني مقدمة عن السيف بشكل واسع زي المقدمة الأولى، وكيف نحول بعدين من الكاد للسيف. لاحظ انه هذا المهندس اللي صمم هذا الشكل صممه زي هيك، بس انه لاحظ صممه هو ربط كلاب على الاكس كده 25 تسليحها. لاحظ البيمات مكان الوول، اكيد اشي رئيسي انه البيمات هاي كانت هون كلها قواطع بلوك لو كان المعماري، هاي كلها بيمات حطها الداير. بس نصمم البيمات او لما نرسم اقول لكم شو نسوي. نفس الاشي، هذول نفس الاشي، هذول نصمم كلاب سلاب درج، ما في شيء اكثر. الطابق المتكرر هذا ايش؟ يعني سقف متكرر، مكان مخرب. دقيقة شوف، ممكن نبدل بين هذا، هذا ايش متكرر؟ هو حاط فتحة، طابق لف حاط سلاب، مشكلة عادي ما راح تأثر كثير معنا بالديزاين يعني. تمام، خلاص الفيديو هيك يعني انتهى. الفيديو الجاي راح يكون يعني عندي بالتفصيل الشغل، بالتفصيل الممل. يعطيكم العافية.